واضح انها يعني مسمعه واكله مع الناس كتير قوي، واعتقد فرصه كمان للراجل عشان يقرب اكتر ويدرس اكتر، وهو في مرحله تقييم ما زال لسه، اعتقد انه ما اكتشفش بشكل كامل طبيعه طبيعه اللعيبه اللي معاه، فمحتاج يقعد معاهم وقت اطول، يقرا امكانياتهم، يعرف هيشتغل معاهم ازاي في الفتره اللي جايه. اليوم الواحد ده وحميد ليه مزايا كتيره جدا جدا، يمكن عيوبه قليله جدا بس يعني لا تذكر، لكن انا شايف ان دي من اهم الحاجات اللي هو فكر فيها. عيوبه لو في عيوب هيبقى من وجهه نظر اللعيبه بس، لكن ده اللي انا هقوله، بس ما فيهوش عيوب. صحيح. ان انا ابقى ملتزم طبعا من الساعه مثلا 7:30 او 7:45 دقيقه لغايه ما ينتهي اليوم. أيوة. واروح البيت انا خلاص، انا بقيت تحت امره المدير الفني والنادي، ودي اول خطوه من خطوات الاحتراف اللي كنت بتكلم فيها وبنادي بيها. ازاي اللاعب يبقى محترف؟ ما هو مش محترف في عقد الـ 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 التوكيل بتاعه او الوكيل بتاعه ان انا عقد محترف فانا شغال محترف خلاص. لا، هو ده بقى الصح اللي الموجود، اللي المفروض معظم الانديه طالما انت في نادي محترف وبتلعب لعيب محترف يبقى ده تحت امره النادي من يوم من اول ما بتصحى لغايه ما بيقول لك شكرا سلام عليكم الساعه 8 الساعه 9 بالليل وخلاص على كده. انا مبسوط ان في 3 مباريات هيبدا قريب، بتحدد لك انت بتنام امتى وبتصحى امتى، بتحدد لك بيحدد لك نظام تمشي عليه، بتاكل ايه وتشرب ايه، بيحدد لك تمسك الموبايل امتى وتسيب الموبايل امتى. ما بلاش الموبايلات دي بقى زي الكليات العسكريه. صح. انت كنت عايش حياه مدنيه، دخلت كليه عسكريه، بتصحى بدري الساعه كذا، عندك طابور كذا، عندك دراسه كذا، عندك سكاشن كذا، بتنام الساعه كذا، عندك وقت فريس، خلاص خلصت. هو بيبدا يعودك على هنقول مقومات اللعيب المحترف الناجح. أيوة. ودي كانت فعلا انا ما شفتهاش من معظم المدربين في الانديه المصريه. هو اول ما بيخش بيعمل معسكر، وبعدين بيعمل القياسات بتاعته، وبعدين يبدا فتره اعداد صغننه، وبعدين يطلع بره، وبعدين بيرجع وخلاص على كده. لكن اليوم واحد ده هو بيعرف سلوكيات، بيعرف طباع اللعيبه تقعد مع بعضها الخمسه سته اللي موجودين حاليا او اكتر او اقل، بيبدا ينصهروا ويندمجوا مع اللعيبه القديمه. صحيح. فدي بتدوب حاجات كتيره، بتقرب بدل ما اخلي المعسكر اسبوعين اهو خلاه شهر. وفي نفس الوقت بقت خلاص انا عرفت بقى العشره اللي بيني وبين احمد دلوقتي. أي. احمد بيتضايق من كذا، احمد بيحب كذا، احمد بيزعل من كذا، احمد ما بيزعلش من كذا. فانا شايف ان دي اليوم الواحد دوت حاجه جميله جدا واتكررت، وانا عشتها مع النادي الاهلي برضو برجع اقول سنه 84 85، وكان مردودها ان احنا حصلنا على كاس مصر، وكان اللعيبه كلها انصهرت في بوتقه اللعيب الواحد مصلحه النادي. انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ومبسوط جدا ان برضو هو فكر في انه يعمل 3 مباريات قبل التقييم الشامل، وابدا يعني قبل المعترك اللي هنبدا بقى نبتدي ان شاء الله في بدايه الدوري ولا في بدايه كاس العالم ولا في بدايه المنافسات بتاعتنا. أي. فدي حاجه انا شايفها كويسه جدا، مفيده جدا.